في مديرية القبيطة أحرزت قوات الجيش الوطني تقدماً ملحوظاً، حيث تمكنت من استعادة جبال الكرب وتبة الطويلة ومدرسة الأمل في المغنية بعد معارك عنيفة أسفرت عن قتل وجرح عدد من عناصر الميليشيات وأسر آخرين. أما في جبهات الشريجة فحققت قوات الجيش تقدماً في منطقة الشعيب واستعادت جبل القرن وجبل الأبهم إثر معارك عنيفة شهدتها المنطقة وسقط فيها قتلى وجرحى من عناصر الميليشيات. وفي جبهة حمالة على أطراف مدينة الراهدة خاضت قوات الجيش معارك ضارية استعادت على إثرها جبل خصلة ووادي الطريان شرقي مدينة الراهدة تمهيداً لاستعادتها من قبضة الإنقلابيين. هي عملية شاملة، شملت مختلف جبهات الحمالة، شريقة، الراهدة، كذلك جبهة القبيطة، كذلك جبهة طول البحر الشعب، تكلت بالسيطرة على مناطق هامة واستراتيجية منها جبل خصلة وكذلك إكمال الطوق على جبل القاهر. وكذلك هنا في جبهة الشريقة الراهدة تقدم الجيش تقدم كبير بالسيطرة على منطقة الشعيب وكذلك جبل العجوز والتباب الحمراء. التحرك المباغت في جبهات الجنوب الشرقي من تعز والشمالية من لحج يأتي بإشراف ودعم من قيادة المنطقة العسكرية الرابعة، كما يسعى إلى تحرير ما تبقى من مديرية القبيطة والوصول إلى عمق مدينة الراهدة بحسب مصادر عسكرية على الأرض.